مرحبا، أنا هند ملاح. بهذا الفيديو رح نتعلم كيف مننظف وجهنا بالبيت من دون استعمال غسول البشرة. رح نحضر بهذا الفيديو 4 منظفات للبشرة بالبيت من مكونات طبيعية. قبل ما نبلش بالمنظفات بدنا نشدد على أنه الصابون اللي منغسل في إيدينا هو غير صالح كلياً للاستعمال على البشرة. أول غسول بشرة رح نحكي عنه اليوم هو معمول من النعناع. النعناع بيساعد على تنظيف البشرة، بيعطيها نضارة وبيساعدنا نتخلص من الشوائب. كيف منحضره؟ منجيب وعاء مي، منحطه على النار ومنحط بقلبه كمية كافية من النعناع. بس يغلو منشيل النعناع عن النار أو هيدا الغسول، منصفيه ومنفض المي اللي طلع معنا بقنينة ومنستعملها مثل ما منطبق غسول البشرة العادي على الوجه. منوزع كمية متساوية على بشرة وجهنا، مندلك بشرة وجهنا لبضع دقائق ومنتركها بين الدقيقتين والأربع دقايق على البشرة قبل ما نغسل نرجع بمي باردة. هيدا الغسول فينا نستعمله مرتين بالنهار، مرة صبح ومرة بالليل، وفينا نتركه بالليل بعد ما نحطه لتاني نهار الصبح. تاني طريقة لتنظيف البشرة بالمنزل هي تنظيف البشرة بالحمضيات. الحمضيات بيساعدوا على تفتيح البشرة، تقشيرها، تخلصها من التصبغات، إضافة لتنظيفها، كمان بخلصونا من النمش ومن الرؤوس السوداء. بس الحامض والليمون ما بيناسبوا إلا أصحاب البشرة الدهنية، ولأنهم مخصصين بأصحاب البشرة الدهنية، قبل ما نطبق هيدا الغسول على وجهنا بدنا نجرب على إيدنا من جوا. منحط شوي منه لهيدا الغسول على إيدنا من جوا ومننطر وقت بين دقيقتين وثلاث دقايق. إذا ما حسينا بتحسس، ما حسينا بإحمرار أو انزعاج، فينا نطبق الغسول على وجهنا. كيف منحضره؟ فينا نستعمل تنظيف البشرة بالحمضيات بطريقتين. الطريقة الأولى اللي هي منعصر ليمونة أو حامضة ومنوزع الكمية بشكل متساوي على البشرة، منمسجها، منتركها بين 5 دقايق و10 دقايق قبل ما نرجع نغسل وجهنا بماء باردة. أما الطريقة الثانية فهي منقص ليمونة أو حامضة بالنص ومنمرقها على وجهنا، هيك منكون كمان عم نساعد على تقشير البشرة وعم ناخد نفس النتيجة. بس اللي بدي شدد عليه انه تنظيف البشرة بالحمضيات ما فينا نستعمله الا مرتين بالاسبوع كحد اقصى. طريقة تنظيف البشرة الثالثة هي بالبخار. البخار بيعقم البشرة وبيتغلغل لداخل الخلايا بطريقة ما بيوصلها او ما بتوصلها المنظفات الثانية. اضافة لهيدا الامر بيساعد البشرة على انه تكتسب لون وبساعد على المحافظة على نضارة البشرة. كيف مننظف وجهنا بالبخار؟ منجيب وعاء مي، منحطه على النار، فينا نضيف معه شاي أخضر أو نعناع أو بابونج، وننطر المي لتغلي. منقرب وجهنا بمسافة آمنة فوق هيدا الوعاء، ما منقرب كتير تما نحرق بشرتنا، وبين الفترة والفترة منريح كرمال نفسنا. بس نحس انه وجهنا تغطى بالمي اللي هي ناتجة عن تكاثف البخار بتكون العملية خلصت. منغسل وجهنا بمي باردة ونرجع منمرق قطعة من الثلج على الوجه لحتى نضمن انه المسام اللي انفتحت او تفتحت بعملية التنظيف هيدي رجعت تسكرت. هيدي الطريقة ما فينا نستخدمها اكتر من مرتين او ثلاثة كحد اقصى بالشهر. اما طريقة التنظيف الرابعة والاخيرة للبشرة هي بالملح. منجيب كمية ملح كافية، منخلطها بوعاء مي ومنوزع الغسول على الوجه بشكل انه تغطي كل مساحة بشرتنا. مندلك الوجه، الخدود بشكل دائري، الجبين من الأسفل للأعلى والدقن من الأعلى للأسفل. منترك الغسول على وجهنا لمدة بين دقيقتين وأربع دقايق، منرجع منغسل وجهنا بمي باردة. وبعد ما نخلص كمان بدنا نمرق قطعة من الثلج على الوجه لنضمن انه تسكرت المسام المفتوحة. تنظيف الوجه بالملح اضافة لانه بعقم وبخلص البشرة من البكتيريا، كمان يعتبر مقشر صحي للبشرة وبساعدنا على المحافظة على نضارة البشرة. طريقة التنظيف هيدي كمان ما فيها نستعملها الا مرتين او ثلاثة بالشهر. وهلأ وصلنا لآخر الفيديو، بتمنى المعلومات تكون فادتكم. إذا حبيتوا الفيديو بليز اعملوا لنا سبسكرايب للشانل تتوصلكم فيديوهاتنا التانية.